السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا دواء البرد، كيف معروف عندنا هنا في المغرب إن شاء الله بحول الله. اليوم غادي نصايبوا طريقة تحضير ديال الشريحة البلدية بزيت العود والثومة، وهاد الثومة راها حتى هي بلدية كيف كتشوفوا. كل شيء هذا هو الموسم ديالو، كل شيء موجود الحمد لله والشكر لله. وزيت العود، زيت الزيتون حتى هو راه هذا هو الوقت ديالو، شهر البداية ديال شهر 12 شهر دو جنبير كيكون موجود، وكنستغلوه باش كنصايبو طريقة ديال الشريحة. كيف كتشوفوا هذه الشريحة البلدية، البلدية هي كتكون صغيرة عادية كيصيبوها الناس، كي اللي عندهم الشجر ديال الكرم موجود كي يبسوها، والطريقة ديال التبياس باش تكون كارمة مزيان كيديروا لها الدقيق، وفي هذيك الطريقة باش كتيبس كتعرض لبزاف ديال الغبار وديال هذا، فضروري ضروري ما نغسلوها. غادي نبقاو نغسلو فيها تقريبا شي 4 المرات. كيف كتشوفوا الماء كيفاش تيولي، مهم كنفركوها. كنبقاو شفتوا الطريقه كيفاش كندير لها بالغسيل، ونجيب شبكه ونقطرها مزيان ما يبقاش فيها الماء، نحاول ما امكن انني نعصر ديك الشريحه بين يديا باش ما يبقاش فيها الماء. وفي هذا الوقت غادي نكون انا دايره البرمه باش نفورها، حين ضروري ما خاصها تفور. غادي نحاول باش ندير بشويه بشويه، ما نديرش بزاف. دابا ملي غسلتها، دابا غادا نوجد الثومه. الثومه حتى هي غادا نشدها ونقطعها وندير تقريبا لهنايا. هاد الكسكاس اللي عندي تقريبا هز ليا شي كيلو، لهنا تقريبا غادا ندير شي نص ربع ديال الثوم. صافي ملي نقطعها نحاول ندير ديك الثوم في الوسط ونديرها في الكسكاس ونديرها تفور. وضروري ما نغطي الكسكاس بشي طبسيل بحال هكا، ونخليها تطيب تقريبا غادا تبقى ليا شي ساعة. دن ملي تفور كيف كتشوفوا اللون ديالها كيتبدل، ورا الماء اللي غيكون في الكسكاس راه حتى هو اللون ديالو كيصير بني غامق، حيت هاد الشريحه هي من مخلطه ما بين داك الباكور بيض والباكور الكحل. اذا ملي طابت لينا غادي نحتاج الخلاط الكهربائي، هو اللي غادا نطحنها فيه، وغندير غير شويه ما نقويش في الكاس، وغادي ندير الزيت الزيتون حيت هي ضروري ما تطحن بزيت الزيتون. هي الطرق بزاف، ولاني هاد الطريقة اللي نديرها باش حتى الوليدات الصغار انهم ياكلوها بزاف، وتبقاو تقولوا ليهم هي كتجي بحال الكونفيتير، ولاني ما كنضيفو فيها لا سكر لا والو، هي غادا تكون هي نفسها حلوة، حقاش الشريحة كتكون حلوة.
ودرت الغربال هذاك الصفاي باش هذاك الزيت هو اللي غنطحن فيه، نبقى نطحن فيه نوبة نوبة. هي طريقة سهلة وكتحتاج شوية ديال الخدمة، ولكن راها زوينة وزوينة بزاف، كتنفعنا في البرد وفي الدراري الصغار اللي كيضربهم البرد، الزكام، الانفلونزا. يعني هاد الوصفة ضروري ما خاصها تكون عندنا في فصل الشتاء، هي كترفع المناعة. شفتوا كيفاش كتجي؟ راه كتجي بحال الكونفيتور كيف قلت لكم. هاد الكيلو ديال الشريحه تقريبا راه دار ليا شي نص سيترو ديال زيت الزيتون، وتقدروا تزيدوا ملي تحطوا الوليدات شويه في شي طبيسيل، حاولوا انكم تزيدوا عليها شويه زيت العود. وغادي نحتاج القرعه ديال الزاج، صافي. وكنبدا ندير في القرعه كيف كتشوفوا، كنصحكم ضروري ما ديروها في هاد الوقت على حقاش احنا ولينا في زمان زمان الله يستر ديال الامراض. ضروري ما نرجعوا الحاجه الطبيعيه، ونحاولوا اننا رفعوا المناعة ديالنا بأي طريقة نعرفوها، وهذه من أحسن الطرق اللي كترفع المناعة. وشفتوا كيفاش بريسيتها في القرعة في القنينة، ضروري من ندير نحاول أنني نبريسيها بالمعلقة باش القرعة كتعمر والزيت كيطلع لفوق. الناس اللي عندهم حساسية، أمراض الصدر، أمراض الرئة، الالتهابات ديال الجيوب الأنفية، كل شيء زعما هاد الطريقة راه زوينة زوينة بزاف. والدراري باش نخلوهم ياكلوها أننا نقولوا ليهم هذا كونفيتير، راهم غادي يعجبهم ويبقاو دائما كيبغيو. الناس اللي بغاو يكونوا مراد شويه الصباح غير يفيق، ياخذ معلقه كبيره على اي فيق ياخذها مع الفجر، وملي يبغى ينعس ثاني معلقه. يعني كتسخن الجسم، واحسن احسن ما يمكن انكم ديروه في فصل الشتاء، وكتعطينا بزاف تبارك الله ما شاء الله. كتعطينا شويه كيلو كيعمر لنا شي ثلاثة القنينات كيف شفتوا هذه. اذا وصلت النهاية ديال الفيديو، ما تنسوش انكم ديروا لي جيم وشجعوني شوية. بارك الله فيكم، اذا دمتم في رعاية الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.